السادة المشاهدين مساء الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا في تلفزيون المغرب العربي الكبير من مدينة موريال. شكرا لكل الأخوة اللي شاهدوا هذا البرنامج العربي والمغاربي واللي تابعوا كل الحلقات أسبوعيا. أن هذا البرنامج كذلك هو يبث لكم على القنوات التالية وفي الأوقات التالية. ممكن تتابعوا هذا البرنامج المغاربي أينما كنتم، إن كنتم في كندا أو حتى حول العالم في البلدان المغاربية في الشرق الأوسط أو حتى من أوروبا. جوجل تخشوا مباشرة على تلفزيون إيسي تلفزيون أون ديريكت، إيسي تلفزيون أون ديريكت، وتشاهدوا برامجنا بطبع مع رعاية الأوقات والديكالاج دورير اللي متواجدة بين كندا وهذه الدول. بالنسبة لموريال وكندا بصفة عامة أوقاتنا تقريبا مثل بعض، ما عدا بعض الولايات من جهة الوست متاع كندا فما فرق ساعتين أو حتى ساعة. كذلك برنامجنا هو دائما برعاية جريدة المشرق والمغرب في مدينة مونتريال. ممكن تتابعوا هذه الجريدة عن طريق عن طريق سيت ويب تبعنا media-arab.ca. برنامجنا دائما حافل بالمنوعات، اخترنا لكم هذا الأسبوع منوعات جديدة، نوع من الفسيفساء من البرامج اللي قدمناها سابقا في خلال هذه السنة 2020، وعبارة عن منوعات سنستهلها بالطبع بلقاء ولون غنائي لأن مناسبة سعيدة في مهرجان العالم العربي، والفنانة المتألقة المغربية ستشارك في هذا المهرجان كالعادة سنويا تشارك في هذا المهرجان العالم العربي السيدة ليلى قوشي. ليلى قوشي الفنانة المتألقة المغربية ستكون كذلك معنا دردشة صغيرة ونعرض لها كذلك منوعات غنائية. ثم بعدها مع الفنان الأصيل صابر أحمد، الفنان هذا التونسي، أغاني وكذلك لقطات خفيفة من اللقاء الذي أجريت معه أخيرا في بداية هذا العام. وسنعرض لكم كذلك نتحدث عن التقاليد والعادات المغربية والجزائرية من خلال أكلات اللي سهرنا سهرة حلوة وجميلة جدا بأحدى الشاليهات في خارج مدينة مونتريال مع زميلنا أهنس، له منا أكبر تحية. ولقاءنا ننهي البرنامج مع السيد سبيروس، دايما هو المايسترو ورئيس الفرقة الكورال للتراث الشرقي، دردشة كذلك صغيرة ولقاء معه على الطير لأن ما نقدرش نحط كل اللقاءات خلال هذا البرنامج. وسنعرض كذلك أحدى العروضات اللي قدمت هذه الفرقة الممتازة للكورال الشرقي للتراث العربي والشرقي للأستاذ السيد سبيروس دايما. سادة المشاهدين، نتمنى أن تقضوا أوقات سعيدة مع كل محطات هذا البرنامج العربي والمغاربي، لكن بعد هذه الوقفة القصيرة للإعلانات ثم نعود بعدها. أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا، موعدنا أرضك يا بلدنا. ليلى قوشي هي فنانة كاملة متكاملة، شابة مثقفة، خلينا نقول فنانة من العيار الثقيل. Oh.
شاركت في العديد من الأنشطة المغاربية، خاصة منها الفنية الثقافية والاجتماعية. فازت سابقا بالمرتبة الأولى في مسابقة الأغنية المغاربية باستوديو دوزم سنة 2005. لها طلة رائعة على المسرح. شاركت في العديد من المهرجانات المغربية العربية داخل وخارج المغرب. قل للأحبة رفقا بحالهم وبحالي، يبدون صدعا ولكن يثمرون وصال. تحصلت على العديد من الجوائز الفنية الثقافية وحتى خلينا نقول الإنسانية. السادة المشاهدين، مشاهدينا في كل مكان، تلفزيون المغرب العربي الكبير يعود إليكم، ونمر الآن إلى نجمتنا ونجمة هذا الأسبوع في تلفزيون المغرب العربي الكبير من مدينة مونتريال على قناة إي سي. معنا عبر سكايب الفنانة الأصيلة والفنانة المميزة ليلى قوشي. ليلى قوشي، مساء الخير. مساء الخير سي حمادي، مساء الخير درا، سعيدة جدا بالاستضافة، سعيدة جدا بالاستضافة ديالكم لأول مرة في برنامج المغرب العربي الكبير، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة وخفيفة على قلوب المشاهدين. نعم، نرجع شوية إلى الماضي ليلى قوشي 2005 ومشاركتك في المسابقة لطلتك الأولى للجمهور المغربي والمغاربي والعربي عبر دوزام. كيفاش كانت هذه البداية الأولى وهذه الذكريات اللي أكيد ظلت معك يعني راسخة طول حياتك؟ حكينا شوية على هذه البداية. السنة كانت سنة 2005، كانت المشاركة ديالي في برنامج من برامج الغنائية، المسابقة الغنائية كانت في استوديو دوزام، كان في القناة المغربية الثانية، والمسابقة بقات تقريبا 4 شهور وفزت باللقب في آخر المطاف. جيتي كارتي دي سي من مونريال من كندا، كنت فوقتها كنت كندرس مازال كنت كنقرا، وتوجت بالفوز وموراها بديت الحياة الاحترافية في الغناء. ولكن قبل 2005 أنا كانت عندي العديد من المشاركات من المغرب. قبل ما نزيل هنايا لكندا كنت بديت في سن 9 سنين، كانت سميتها القناة الصغيرة، وكنت أنا في من رواد المعهد الموسيقى في مدينة الرباط، لأن قريت تقريبا 7 سنين ديال كونسيرفاتوار. دونك جو سوي اوتور كومبوزيتور اي انتربريت. تعز في آلة موسيقية ليلى؟ ايه ماشي بشكل احترافي، ولكن كنعزف شويه على البيانو، كنعزف شويه على الكمان. حلو، تمام، ممتاز. دور تفضل. اكيد ليلى كفنانه اكيد في البدايات عندك شكون شجعك، كان واقف في ظهرك، كان يساند فيك؟ تنجم تعطينا شوية بس يعني خطواتك الأولى شكون كان معك؟ صراحة بزاف ديال الناس ما قدرش نوفيهم حقهم. كما قلت لكم في الكونسيرفاتوار كانوا الأساتذة ديالي ديال الكونسيرفاتوار، كانت العائلة اللي هما سند مهم، تيكون أنا داك الوالدة ديال الطفل يلا كيبدا. إيه الوالدة الله يرحمه، الإخوة ديالي كذلك، كانوا العديد من الأصدقاء اللي كانوا كيأمنوا. كتعرف الموهبة كتبدا في المدرسة،
أكيد. كانت بدا في الجمعيات، كانت أنا ذاك جمعية المنار اللي كنت كنشارك فيها، وكنا كنديروا فيها العديد من الحفلات عندنا في المغرب، مثلا عيد العرش، الحفلات الرسمية. فسنة بعد سنة كتكتشف باللي عندك واحد الموهبة اللي هي شوية مميزة، ولكن دائما اون باراليل مع لي زيتود. لي زيتود وي. دونك اتيتر دانيكدوت، انا تيلمون كنت كنبغي نمشي للكونسيرفاتوار، كان الوالد الله يرحمه تيقول لي الا بغيتي تمشي للمعهد هذا خصني المعدل يكون عالي. فانا كنت كنخدم بزاف دراسه باش يمكن لي اللي كان سي سا لا موتيفاسيون. والله احلى فكره، انا بهنيه الاستاذ. تمام. والحمد لله، والحمد لله من بعد توفقت. و يعني احسن حاجه كتكون عند الفنان بكل تواضع هو كيكون عنده ان باك جراوند اللي هو أكيد. ثقافي، وتكون عنده في ديبلوم، تيكون عنده يعني كيكون توافق، لان الفن في نهايه المطاف هو رساله، وما يمكن لك توصل هذه الرساله الا اذا كنت انسان عندك ايمان بجميع. صحيح. فنانه ليلى جوشي، تأثرتي في بدايه في مطلع يعني مسيرتك الفنيه في الطله الاولى باي مطرب من المطربين، ان كان من المغرب او المغرب العربي او حتى من الشرق العربي؟ يعني في بداياتي شكون اللي كان اكثر عليا؟ تأثرتي باي مطرب او مطربه؟ يعني انا بصراحه استاذ حمادي من الصغر وانا اكليكتيك، كنبغي نسمع جميع الالوان الموسيقيه. يعني ما كانش، كنت كنسمع الغربي في الصغر بزاف، كنت كنسمع الاغاني الغربيه بزاف، كان عندي ودايوغ في المغرب. على ذكرى الغربي في المغرب، في 2000 سنه 2000 كنت ربحت لو ديسك دور ناسيونال في كاراوكي اوكسيدونتال. ما شاء الله ما شاء الله. حلو. فمن بعد وليت كنسمع العربي بزاف، لان في المعهد كندرسوا المقامات العربيه في نورمال. كان عندي الشغف، كنت دائما كنبغي نسمع، كنسمع موسيقى التركيه، كنسمع موسيقى الهنديه، كنسمع موسيقى التونسيه والجزائريه المغاربيه الشرقيه كذلك، القدود الحلبيه. يعني كان عندي شغف بالموسيقى ككل، ما كانش عندي تاثر معين. ولكن في الموسيقى العربية كان كيعجبني صوت جميل جدا، كنت متأثرة فيه في سن المراهقة تقريبا، هي صوت بكرة الله يرحمها. وضيق في البرايم الأول، أول مشاركة ديالي في البرايم كانت وحياتي عندك ديال ذكرى، وكانت فاتحة خير عليا، لأن في أول برايم غنيت وحياتي عندك، وفي آخر برايم اللي فزت به كانت الأسامي. نعم، انت بصراحه شوقتينا ليلى، شوقتينا باش نسمع الصوت الحلو لذكرى محمد الله يرحمه. وحياتي عندك، لو كان لي عندك خاطر لتراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. وحياتي قلبي ومفتاحه دول ملكي بيك، ومساء وصباحه يسألني عنك. قلبي ومفتاحه دول ملكي بيك، ومساء وصباحه يسألني عنك. قلبي thank you.
قربنا وبعدنا موعدنا موعدنا أرضك يا بلدي. أجواءنا فنية، كان معنا الفنان التونسي المبدع، فعلا مبدع، الفنان صابر أحمد، اللي قام معه وأغاني وجولة عربية من أغانيها الممتازة وصوته الممتاز. نمر إلى هذا اللقاء ومع منوعات غنائية للفنان صابر أحمد. سمعت صوتا هاتفا في الصحر، سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى غفاة البشر، هبوا ملأوا كاس المنى، هبوا ملأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. تشغل البال بماضي الزمان، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآتي العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي للأمان. فنان صابر أحمد، على جيت لهالبلاد بلاد البرد اللي أميال من تونس، أنت ما شاء الله يعني اسمك معروف في تونس ومشهور في تونس، ومغير ما تحكي لي عليك أنا نعرفك شخصيا، يعني أكبر مسارح تونس وحتى في بلدان عربية كنت أنتم يعني ما شاء الله الأسد الرسمي في هذه الحفلات. كيف جاتك الفكرة باش تغادر تونس وتجي إلى كندا وتستقر في كندا؟ هي اولا بارك الله فيك سي حمادي، ميرسي بوغ للتقديم ممتاز والحفاوه. كندا ماهيش فكره، هي حلم، هي حلم راودني منذ الصغر، ولكن ما كانش متاح في وقت من الاوقات، يعني ظروفي الاجتماعيه والماديه والعمليه وكلها لم تسمح بهذا. فقط في منذ سنه خلت سمحت لي الفرصه والظروف اني نحقق جزء من حلمي، أنا وهو أن يكون في البلاد هذه، لأني حبيت هالبلاد بكل مقاييس، حابة باتساحها بطبيعتها بالجغرافيا بالمناخ بتقدمها بحريتها بكل، حبيت البلد هذه فقط، حبيت نعمل تجربة حياتية هوني. يعني تحب تقول نساتك في الفن؟ من نجمش نعيش من غير فن، مع تغيير البلد لا يعني تغيير المهنة. نعم، نقدر نشتغل أي مهنة ربما في حياتي، ولكن الفن هو الأساس، هو الهواية قبل أن يكون مهنة. نعم، بس أنت فنان ما شاء الله، يعني معروف في تونس ومشهور في تونس ويعرفوك حتى في العديد من البلدان العربية. سمعت لي غنيت في المغرب وغنيت في عدة بلدان عربية أخرى، في الجزائر كذلك سنين، لكن كندا ما فيهاش الفن اللي أنت ربما تحلم به. ولكن في أهم من هذا كله في كندا، كندا فيها أهم من الفن ومن الخبز، لا وهي الكرامة. أنا جئت هنا بحثا عن راحة البال، بحثا عن كرامة التي أهدرت في أوطاننا العربية صدقا، يعني من غير يعني أي أدنى مبالغة، يعني هنا نحس الحرية، نحس الاتساع بكل المقاييس، نحس أنه ثم أفاق جديدة.
بغض النظر على الموسيقى، الموسيقى تظل دائما هي الهواية وهي الحب، ولكن المهنة شيء ثاني. معليش يا سيدي، أهلا وسهلا في كندا وبين عائلتك، إن كانت الأحباب الأخ أهنس اللي شرفنا وإحنا في ضيافته اليوم، أو الجالية العربية بصفة عامة والتونسية بصفة خاصة. خلينا نتكلم شوية فن، كيفاش كانت بدايتك الفنية؟ كما كل تقريبا الناس المغرومين من منذ الطفولة بالفن، أنا في سنوات المراهقة كنت مغروم بشكل أو هاوي للفن بشكل يعني لا يوصف، حب لعبد الوهاب ولا عبد الحليم ولا أغاني السبعينات. اكتشفت في المدرسة أني أحب مادة، أكثر مادة نحبها في المدرسة هي الأنشودة، هي الأغنية. بديت يعني ابتديت نفيق أني أنا مغروم بالغناء مليانة في السنوات الابتدائي. ثم لما مريت إلى فترة الثانوي كان عنا أنشطة موسيقية في المعهد، كنا نعمل النوادي وكنا نعمل مسابقات بين التلامذة، وفي ثم كان في أساتذة الموسيقى اكتشفوني وقدموني للجمهور وغنيت للجمهور وأنا ما زلت في سن 16 سنة تقريبا. نعم أستاذ صبر أحمد، ذكرت قبل شوي اللي أنت من مدرسة الفنانين الكبار، لأن ذكرت لي محمد عبد الوهاب وذكرت لي أسماء يعني عمالقة، هل أنت تأثرت بهم في بدايتك الأولى؟ أكيد أكيد، أنا كما تقريبا كل أبناء جيلي، أنا يعني جيل مولود في فترة أنه مازال عبد الحليم حي صدقا يعني، فوردة الجزائرية وبليغ حمدي كلهم مازالهم أحياء. عبد الوهاب لم يتوفاه الأجل إلا بسنة 91 تقريبا، 90 أو 91، فهالعمالقة هذم كانوا موجودين وكان فنهم يذاع يوميا في الراديوهات وفي التلفزيونات. لعمر كاس الفراق المر سقينا، ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا، وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا. يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي تعالي يا شمس تعالي تعالي يا شمس تعالي، بعد سنة مش قبل سنة، دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة، ألف 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 ليلة وليلة، بكل العمر والعمر دقيق الليلة، زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة. ككل فنان في بدايته عنده شوية صعوبات ومشاكل، إن كانت مادية أو إن كانت العائلة مش مرحبين بيه كثير باش يكون مطرب، صارت لك شي مشكل مثل هذه المشاكل؟ أكيد، كما سيادتك قلت، معناها إحنا من نتاج معناتها عائلات بين قوسين محافظة، ولو أنه الموسيقى لا تعني عكس المحافظة شيئا يعني، ولكن في نظرهم يعني العمل الموسيقي أو العمل الفني فيه من السوقية ومن
ومن قلة الاحترام بالنسبة لعقليات قديمة. فأنا صدقا يعني لقيت معارضة شديدة من عائلتي، رغم أني كنت ذكر يعني مانيش أنثى، مانيش يعني مانيش مرأة، أنا راجل، ولكن لقيت معارضة شديدة من والدي ومنعني بالقوة أني حتى ندرس، حتى أدرس الموسيقى، مش أمارس الغناء فقط، حتى أني أدرس موسيقى منعني. صدقا لأنه لغاية اليوم في أوطاننا العربية الفن لم ليس مهنة إلى غاية الآن، يعني لا يعد مهنة. صحيح احنا عنا بطاقات احتراف وفي وزارة الثقافة وكذا، بس العالم ما لا تعتبر الفن مهنة رسمية. نعم. حاجة تانية بالنسبة لك انت، تغني الأغاني، انت مطرب أصيل، أنا سمعتك في العديد والعديد من المرات، وسمعتك على اليوتيوب، وسمعتك على كثير أغاني، تغني الأغاني الراقية والأغاني يعني اللي فعلا إنسان يسلطن عليهم. شو رأيك في الموجة الجديدة من الأغاني اللي نسميها أنا الفقاقيع؟ شو رأيك في الموجة الشبابية بكل صراحة؟ أنت سيادتك تفضلت قلت إنها موجة، والموجة عندما تعبر فقط لبعض دقائق في عمر الشاطئ، الموجة لا تستقر، ولكن الأفق يستقر، الجبال تستقر. الفن الراقي والجميل هو مثل الجبال الرواسي التي لا تتغير، ولكن الموجة يمكن أن تدوم ساعة ساعتين ثلاثة، ولكن عندها نهاية فقط. نعم. يعني بالنسبة لك مثل الأغاني للفنانين الكبار، الهرم في العالم العربي، الست أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، عبد الحليم، باختصار وغيرهم. شديد باختصار شديد، أنا عندي إلى يومنا هذا عندي 30 سنة تقريبا، ما يقارب 30 سنة نغني. نعم. الأغاني التي لحنها عبد الوهاب ولحنها القصبجي ورياض السنباطي ما زلت أغنيها إلى غاية ليلة البارحة. نعم. ولكن الأغاني التي ظهرت فيما بعد، نعم، فترة التسعينات إلى ما بعد التسعينات، نعم، لم يبقى منها شيء ولا يتذكر منها الجمهور شيء، بينما الجمهور ما زال يحفظ الأطلال، وما زال يحفظ أنت عمري، وما زال يحفظ أغاني عبد الحليم. وأكثر مبيعاتا بالعالم، أكثر الفيديوهات مشاهدة هي فيديوهات الفنانين المراجع، لا أقول عمالقة، ولكنهم أصبحوا مراجع ومدارس في الفن العربي. نعم. مثل كل المدارس في بقية العالم. نعم. كل بلد لها مدارسها ولها مراجعها في الموسيقى. نعم. الفنان صابر أحمد، لك أغاني خاصة، لك تلحين خاصة. نعم. أذكر لنا منهم شوي. في حياتي الفنية عملت عشرات الألحان، أنا ملحن وكاتب أغاني، ولكن صدقا لما أخضع فعليا لمتطلبات السوق، يعني السوق الآن أصبح يتطلب أشياء عديدة، أولها الصورة، والثانية وأول قبل الصورة لابد أن هناك شركة، لابد أن تمول أعمالك، هذا كله كان غائب. فإنسان لما يمول تسجيلاته وحده هذا صعب جدا، وإنك تسوق لأغانيك في بلد أصلا أصبح يسيطر عليها الفن الشعبي بين الظفرين، الله هابط، لأنه الفن الشعبي جميل جدا. فيروز غنت مجمل أغانيها تقريبا فن شعبي، عبد الوهاب غنى في الشعبي، عبد المطلب غنى في الشعبي، وعبر عليها بساندويتشات. ولكن لما يصير الأغنية الشعبية أي كلام، يعني باللهجة المصرية، وشيء ما له معنى، فخرج عن إطار الفن، كلام غير مهذب، صار شيء تاني، صار شيء تاني. نعم. يكون كلام غير مهذب ويعني لا معنى له أصلا. لكن يعني فرق ما بين النثر، كلام نقوله في الشارع يوميا، نعم، وفرق ما بين إنسان شاعر عنده موهبة ونمى تلك الموهبة وثقلها وثقف نفسه، نعم، إلى أن أصبح شاعرا. ليس كل من هب ودب يدعي أنه يلحن أو يكتب، هذه المشكلة في وقتنا هذا. يا بنت الناس أنا فقير، دراهم يومي معدودة، إنما عندي قلب كبير بحر شطاله ممدودة. يا بنت الناس أنا فقير، دراهم يومي معدودة،
إنما عندي قلب كبير بحر شطقان وممدوده فايض بالمحبة والخير بابه ماهي مسدودة فايض بالمحبة والخير بابه ماهي مسدودة وعليها واقف عساس فهميني 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 أو فهميني يا بنت الناس أو فهميني يا بنت الناس العشق دار وبيدي يا أنا باني غدا بفضل ربي عمر سبحان الأمر بين يدي يا بنت الناس العشق دار وبيدي يا أنا باني غدا بفضل ربي عمر سبحان الأمر بين يدي إلى راد الخبزة تكبر كرم الله تشوفي إلى راد الخبزة تكبر كرم الله تشوفي وياك تخض عيليس والعش خضر والعش خضر والعش خضر والعش خضر يا بنت الناس لو فهمي مشينا بالضغر والباطن احباب يا بنت الناس تلاقينا وبدينا غبسنا وكتاب عاللوفة والصدق مشينا بالضغر والباطن احباب واليوم اصبح واحد فينا غلق في وجه الحب الباب عشان غدا بصداع الراس حشوم عيب يا بنت الناس ومهما الأيام موعدنا أرضك يا بلدنا يسعدني هذا المساء أن ألتقي مع قائد فرقة الكورال التراث الشرقي بالكندا هو السيد سبيرو دميان عبر سكايب نرحب به أهلا وسهلا أستاذ سبيرو دميان أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية وأنا كتير عندي سرور وفرح أني أنا عم بلتقي بأشقائي في تلفزيون المغرب العربي أهلا وسهلا فيكم شكرا أستاذنا الكريم نعرف لي هذه الفرقة يعني في كندا ماهوش من السهل باش إنسان يكون فرقة كورال يعني بعدد كبير من الكورال والموسيقيين لكن قبل أن نبدأ في هذه التفاصيل يريد أن أتعرف عليكم من هو السيد سبيرو دميان بكل تواضع أنا سبيرو دميان مواطن عربي سوري مغترب أنا جيت على كندا سنة 2015 جينا هجرة على كندا وأنا من أساس الموسيقى هي عبارة عن هواية ولكن هواية أنا داخل فيها بالعمق بس عملي بسوريا كان هو خدمات جمركية وكل شيء له علاقة بالتخليص الجمركي والخدمات الجمركية عملي مختلف كلياً عن الموسيقى ولكن الهواية المحببة لقلبي منذ الطفولة منذ نعومة أظافري يعني من كان عمري 3 سنين أنا بعشق الموسيقى Thank you.
جاتكم الفكرة تهاجروا إلى كندا وتغادروا هذا البلد الجميل رغم كل اللي صاير يعني بالمنطقة؟ كيف جاتكم الفكرة هذه؟ نحن بصراحة عملنا كل الأوراق المطلوبة للهجرة عام 2008 وبدأنا كل الإجراءات لأنه حسينا أنه يمكن لازم يكون عنا شيء لمستقبل عنا نحن طفلين كانوا يعني صبيين ولدين بقى حبينا أنه يكون مفتوح الأفق قدامهم لأنه أنا عندي أخت بكندا وعندي أخ بأمريكا فلذلك أنه عائلتنا لها تواجد بأمريكا الشمالية وحبينا مهاجرة فحبينا أنه نحن نقدر نفتح لهم الطريق للولاد مشان إذا حبوا يعملوا تحصيل علمي عالي تكون أمورهم كلها مسهلة. أجت الحرب بسوريا سنة 2011 وصفينا نحن عم نعمل باقي الإجراءات لأنه صار الوضع في بتعرفوا كلكم أنه صار في خطر كبير وبقى حبينا كنا أنه نحن نطلع من حالة الخطر اللي نحن فيها ونهاجر كلنا على كندا باعتبار أنه كانت ورقنا عم نشتغل عليها وهذا اللي صار وصلنا على كندا بنهاية 2015. عظيم عظيم. فكرة تكوين فرقة كرة للتراث الشرقي كيف بدأت البداية الأولى؟ كيف كانت؟ البداية هو أنا لأني موجود بسوريا كنت بكورال غنائي وتعلمنا الغناء وتعلمنا الموسيقى على إيد أستاذ كتير مهم بسوريا بالمعهد العالي للموسيقى وطورت موهبتي طورتها أنا لحالي وأنا طورت موهبة العزف على العود كمان يعني أنا اشتغلت كتير على حالي فيها. وقت جيت لهون أنا كانت الفكرة قائمة براسي واستغليت ظرف معين أنه أنا شاركت بعمل انطلب مني أنا تحضير لعمل معين بنهاية عام 2017 كان اسمه بصمة فرح هو انعمل هون بمونتريال على مسرح إيميل لوغو بسان لوران. انطلب منا تجهيز العمل من ناحية الموسيقية بقى تعاوننا أنا وأصدقائي لألي وعم أنجزنا هذا العمل بقى من وقتها أنا كان عم بتدور بفلكي إنه خلص لازم يعني مثل ما نحن بنقول بسوريا استوت الطبخة
نعود معكم لتقديم الأطباق مغاربية وجزائرية. معنا السيدة رشيدة غادي تقدم لنا وتورينا أشنو طيبات. السلام عليكم سيدة رشيدة. عليكم. يمكن تقولي لنا شنو هاد الخيرات اللي قدمتي لنا واللي وجدت؟ احنا اليوم جينا ضياف عند الباترون ديالنا مسيو أوهاناس. وجدت الكسكسو بسبع خضاري. هذا الكسكسو سبع خضاري. كسكسو سبع خضاري. وجدت الدجاج. الدجاج شنو دايره في هاد الدجاج؟ الحامض والزيتون والدجاج ديال الفيرما. الدجاج ديال الفيرما هذا داك الدجاج بيو بلدي. بلدي ما شاء الله. شنو قدمتي لنا شنو وجدتي لنا اليوم؟ متوم احمر. متوم؟ متوم احمر. توم احمر. علاش مسميها كمتوم احمر؟ باسكو فيه بزاف التومه. فيه التومه وحمر باسكو الى اكزيست ان صوص بلونش و ان صوص روج. شنو لا صوص بلونش كديروا فيه تقريبا؟ لا ميم براتيكمون لا ميم شوز مي اون بلون. وجدنا لكم البوراك بال هذا البوراك. البوراك او فرماج بوراك على فيوند لي انكونتورنابل ان الجيري. اوكي. بي الحميس. شنو هو الحميس؟ حميس ميلونج دو طوماط افيك بيمون فور ان بو داي. اوكي. الفلفله مشويه. فلفله مشويه. اوكي اوكي. بابا غنوش سي ليباني سي ا باز دو دوبرجين حمص اي لي اوليف. ici c'est juste les tartelettes à la crème au fromage. لا كريم ودا شو هذا درتي فيهم لي كروفيت؟ وي. هذه طبقه جزائريه ولا هذه من اون لو في اختراعك؟ لا انتوش لا توش سي انتوش سي جوست بور سي بون. سادة المشاهدين نتمنى أن هذا البرنامج نال أعجاب كل جماهيرنا ومشاهدينا في كل مكان. إن كنتم في كندا أو حول العالم ما تنسوا لي هذا البرنامج دائما برعاية جريدة المشرق والمغرب بمدينة موريال. تقدروا تتصفحوا جريدتنا المشرق والمغرب، هي جريدتكم في الحقيقة المشرق والمغرب، على media-arab.ca. وكذلك هذا البرنامج يبث لكم على القنوات التالية في جميع أنحاء ولايات كندا وعبر العالم. إيسي تلفزيون ديريكت، وتشاهدونا في كل مكان حول العالم بالطبع مع رعاية ديكالاج دورير أوقات البث، ثم بين 5 و6 و7 ساعات من بلد إلى بلد. تمنياتي إليكم بالخير والمحبة وتحياتي للجميع، وكونوا دائما أوفياء لهذا البرنامج العربي والمغاربي. تحيات حمادة التونسي من قناة إي سي العالمية بمدينة مونتريال. إلى اللقاء، موعدنا معكم في حصة قادمة إن شاء الله. موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا.